آخر نوع من أنواع الجير ترينز اللي هو البلانيتري جير ترينز، السيكليك جير ترين. الفكرة فيه هو الآتي. أول حاجة خلينا نبص على السيمبل جير ترين العادي. خلينا نحسب الديجريز اوف فريدم بتاعت السيمبل جير ترين ده. فاحنا عندنا عدد اللينكس، وعدد اللينكس هو عبارة عن 3 اللي هو الجراوند زائد الجير التاني والجير التالت. عدد الجوينتس عندنا في ريفليو جوينت هنا وفي ريفليو جوينت هنا، يبقى J1 يساوي 2. وما بين التو جيرز اسنان بتاع التروس ده عبارة عن هاف جوينت بواحد. فبالتالي الديجري اوف فريدم هنا او الموبيليتي هي عبارة عن 3 في 3 ناقص 1 ماينس 2 في 2 ماينس 1. ده هيدينا 1 على اساسين، 3 في 2 اللي هي عبارة عن 6 ناقص 4 ناقص 1 اللي هي ديجري اوف فريدم بواحد. ديجري اوف فريدم بواحد معناها ان انا ممكن احط مطول واحد هنا على الانبوت وهيدور لي الاوتبوت. خلينا نتخيل بقى ان الجراوند بوينت هنا دي فكتها من الجراوند، يعني خليتها حره انها تتحرك زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا دي. فدلوقتي بقى عندي الارم مبقاش جراوند، الارم بقى متحرك. فلو حسبنا ديجريز اوف فريدم دلوقتي هلاقي ان عدد اللينكات بدل ما كان 3 هلاقي 4، لان انا عندي جراوند اللي هو 1، وهلاقي عندي الارم، هلاقي عندي الجير رقم 2 والجير رقم 3. الارم ده هنديله مثلا رقم 4. الارم دلوقتي بقى متحرك. طيب بالنسبه للجوينتس هيبقى عندي هنا في ريفليو جوينت، هنا في مالتيبل جوينت. مالتيبل جوينت اللي هو جوينت ما بين جسم واحد وجسم اتنين، وجوينت ما بين جسم اربعة وجسم واحد. وكمان في يبقى عدد الجوينتس هنا 3، وعدد الهاف جوينتس زي ما هو 1 اللي هو ما بين الاسنان بتاع التروس. وبالتالي هنا الاقي ان الديجريز اوف فريدم بقت 2. بمعنى كده ان البلانيتري جير ترين ده هو عباره عن 2 ديجري اوف فريدم ديفايس سيستم ليه 2 ديجريز اوف فريدم. 2 ديجريز اوف فريدم معناها ان انا محتاج احدد 2 انبوتس. 2 انبوتس اللي هم ممكن تكون سرعه الدوران بتاعه الجير رقم 2، وكمان سرعه الدوران بتاعه الارم. يبقى ده انبوت 1 وانبوت 2. يبقى لازم في موتورين او مصدرين للحركه عشان احدد بيهم سرعه الدوران بتاعه البلانيت جير. يبقى بنسمي الجير ده الصن جير اللي هو في النص اللي هو مركزه هنا. نسمي الترس اللي بيلف حوالين الصن اللي هو عبارة عن البلانيت جير. المركز بتاع البلانيت مربوط بالمركز بتاع الدوران بتاع الصن بالارم. الارم ده اللي هو كان عبارة عن الجراوند واتفك من مكانه عند نقطة هنا وبقى حر ان هو يتحرك. طيب بما ان السرعات بتاعة التروس محسوبة، كانت محسوبة بالنسبة للارم اللي هو كان فيكسد، فبرضه هنبتدي نحسبها بالنسبة للارم حتى لو هو متحرك. فهي سرعة نسبية بالنسبة للارم، نعتبر الارم ده كأنه عليه محاور متحركة، ونبتدي نحسب السرعة بتاعة الدوران بتاع 2 و 3 بالنسبة لسرعة دوران الارم. فسرعة دوران اي جير اللي هو جير رقم 1 2 او 3 هي عبارة عن سرعة دوران الارم زائد سرعة دوران الجير بالنسبة للارم. الايكويشن دي هتبقى valid لو حتى الارم السرعة بتاعته بقت صفر. فلو الارم السرعة بتاعته بقت صفر فهلاقي ان الاوميجا جير هي عبارة عن صفر زائد اوميجا جير بالنسبة للارم، اللي هي كأنها اوميجا جير هي عبارة عن اوميجا جير، لان يعني الارم بقى سرعته صفر. فخلاص يبقى سرعة الجير هي السرعة الابسوليوت بتاعته بالنسبة للجراوند اللي هو الارم دلوقتي بقى ثابت. علشان اقدر استفيد من الحركة بتاعة الفلات بنستعمل رينج جير زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا هنا. في رينج جير، رينج جير ده بتكون اسنانه داخلية internal gear، والبلانت بيبقى اسنانه خارجية. فهنلاقي ان
الدوران او اتجاه الدوران بتاع البلانيت هو نفس اتجاه الدوران بتاع الرينج. فدلوقتي يبقى عندي الرينج ده اقدر ان انا اوصله بعمود، يبقى عندي شافت للرينج جير، شافت للصن جير، وشافت للارم. فزي ما احنا شايفين انا عندي 3 شافتس، الثلاثة شافتس دول كونسنتريك مع بعض زي ما احنا شايفين لو نفس المحور. يبقى البلانيتي جير سيستم هنا هو ريفيرتد، ريفيرتد يعني الاكسس بتاع كل الشافتس على نفس المحور. يبقى انا عندي هنا 3 شافتس. احنا قلنا السيستم ده 2 degrees of freedom system، فبالتالي انا محتاج احدد 2 inputs و 1 output. ممكن يبقى الانبوتس اي واحد من ال 2 inputs، اي اتنين هنا والتالت هو الاوتبوت، او الصن والارم يبقى التالت او الرينج هو الاوتبوت. يعني ممكن اختار الرينج والارم والصن هو الاوتبوت وهكذا. ممكن اعمل تبديل بحيث ان اختار اتنين inputs التالت على طول هو اللي هيبقى الاوتبوت. فزي ما احنا شايفين هنا البلانت ده السايد فيو للرسمه اللي قدامنا دي، البلانت هنا بيبقى ماسك على او سبورتد على الارم ببن، وبحيث ان البلانت هنا حر ان هو يلف حوالين المركز بتاعه هنا. الفيديو اللي قصادنا هنا بتوضح لنا الحركه بتاعت البلانيتري او الابسيكليك جير ترين. فزي ما احنا شايفين هنا في الفيديو ده شايفين الرينج اللي هي لونها اخضر اللي هي ثابته، وشايفين الثلاثه بلانيتس اللي هم لونهم اصفر، وشايفين الصن اللي هو لونه احمر، وشايفين الارم او الكارير. الارم ممكن نقول عليه كارير الحامل بتاع البلانيتس اللي هو باللون الاخضر. زي ما احنا عارفين بيبقى فيه زي ما قلنا قبل كده فيه اتنين انبوتس وواحد اوتبوت. في الرسمة اللي قدامنا دي او الفيديو اللي قدامنا هنا الاتنين انبوتس هو عبارة عن الرينج والارم اللي هو باللون الاخضر. الرينج حتى لو انا ثبته زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة دي فده يعتبر input، ان انا حددت السرعة بتاعته انها هتكون صفر، الاوميجا بتاعت الرينج بتساوي صفر، ده كده انا حددتها يبقى ده عبارة عن input. لو انا حددت سرعة الارم يبقى بالتالي الاوتبوت هاخده من الصن. اقدر ان انا احسبه ازاي؟ هنشوف هنقدر نحسبه ازاي. في بعض الديزاينز لا ممكن ما يكونش فيه رينج، ممكن يكون في الارم عليه two planets زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا ده، ان في planet كبير اللي هو الاصفر وفي بلانيت تاني على نفس العمود اللي لونه اصفر صغير، وبالتالي الحركه بتتنقل من الصن اللي هو لونه موف للبلانيت اللي هو لونه اصفر صغير، والبلانيت ده محمول على الارم اللي هو لونه اخضر، ونفس العمود على البلانيت الصغير في بلانيت اكبر اللي هو عشق مع الصن التانية. دي الصن رقم واحد، دي الصن رقم اتنين، وزي ما احنا شايفين الشافت هنا والشافت هنا مختلفين عن بعض، مش بيلفوا مع بعض. في الشافت بتاعت الارم وفي الشافت بتاعت الصن. ايه هي المميزات بتاعت البلانيتري جير سيستم او البلانيتري جير ترين عن السمبل والكومباوند جير ترين؟ ان انا احضر احصل على هاي ريشيوز في سمول باكج، يعني بيبقى حجم الجير بوكس صغير ريلاتيف لاحجام الجير بوكسز بتاعت السمبل والكومباوند جير ترين، واقدر احصل على هاي ريشيوز. ناتشورالي ريفيرتد، ناتشورالي ريفيرتد زي ما قلنا قبل كده ان الانبوت والاوتبوت شافت كونسنتريك اللي هو نفس المحور. ال 2 degrees of freedom بتتيح لي ايه؟ بتتيح لي ان انا اعمل differentiation، اعمل ان انا احصل على الاوتبوت عبارة عن فرق ما بين سرعات ما بين الانبوت two inputs، وبالتالي اقدر اغير ratios كمان بتغيير انهي جزء في الجير ترين هو اللي هيبقى ثابت وانهي جزء هو اللي هيبقى متحرك. زي ما قلنا عندنا رينج وصن
و ARM، يبقى أنا لو اتحكمت في سرعات واتجاه الدوران بتاعت كل شافت من الـ input shafts أقدر أحصل على ريشيو مختلفة بالنسبة للـ output. المفروض إن هو يقدر يوصل لـ high efficiency في الـ power transmission، لكن لو حصل أي error في الـ design الـ efficiency بتقل بشكل كبير. الـ designs المختلفة بالنسبة للـ planetary gear train لخصها عالم اسمه ليفي، في 12 possible designs زي الرسمة الرسومات اللي قدامنا هنا. الرسومات اللي قدامنا دي عشان نقدر نفهمها، هي عبارة عن ان انا لو احنا عندنا البلانيتري جير سيستم اللي قدامنا في الصورة هنا، هبتدي ان انا احدد اول حاجة ارسم رسمة مبسطة، رسمة سكيماتيك لشكل الرينج بالشكل ده. ده العمود بتاع الرينج. هبتدي ارسم الصن لنفس المحور وليه أسنان خارجية، بعدين هبتدي أرسم البلانيت اللي هو برضو ليه أسنان خارجية، البلانيت ده المفروض بيبقى سبورت على الارم، بالشكل ده. الرسمة اللي أنا رسمتها دلوقتي هي عبارة عن سكيماتيك مبسط لشكل البلانيتري جير سيستم. ده كده الارم، ده الرينج. الشرطة اللي موجودة هنا دي عبارة عن بتمثل يا إما أسنان داخلية أو أسنان خارجية، ده الصن. طيب زي ما احنا شايفين هنا الرسمة فيها سيمتري، يعني أقدر إن أنا لو رسمت الخط بتاع السنتر لاين فبصيت بس للنص اللي فوق، فده يديني أول رسمة هنا في الـ 12 رسمة اللي موجودة قدامنا. فبالتالي هنا دي رسمة مبسطة لشكل الجير بوكس، معتمدة على مجرد إن أنا بعبر عن الترس بخطوط واتجاه الأسنان إذا كان internal أو external، بعبر عنه بالشرطة اللي موجودة في نهاية الخط. فده مثلا الديزاين ده بيقول لنا ان انا عندي ده الارم، اتنين ده هو عبارة عن الصن، تلاتة ده عبارة عن البلانيت الاول. على نفس الشافت بتاع البلانيت الاول في بلانيت تاني اللي هو اربعة، واخيرا الرينج اللي هو خمسة. الرسمة دي طبعا زي ما احنا شايفين ما فيهاش رينج، ما فيش جير ليه internal teeth، فهنا هيبقى عندنا اتنين ده يعتبر صن، واحد ده يعتبر جسم واحد اللي هو الارم اللي هو شايل البلانيتس. عندنا هنا دلوقتي اربعة بلانيتس اللي هو تلاتة واربعة وخمسة وستة، وبعد كده عندنا في صن اخير اللي هو جسم رقم سبعة، وهكذا نقدر نفسر كل رسمة من ال 12 رسمة اللي قدامنا دي هي عبارة عن فيها كام عدد البلانيتس، الصنز، الارم والرينج. طبعا كل ديزاين من دول بيديني ريشيو مختلفة ما بين الانبوت والاوتبوت، زي ما هنشوف هنقدر نحسب ازاي الريشيوز دي. هنبص هنا على مثال ان احنا عايزين نحسب الريشيو ما بين الانبوت والاوتبوت لبلانيتري سيستم مكون من صن جير عنده 40 سنة، بلانت جير عنده 20 سنة، رينج جير عنده 80 سنة. الانبوت للارم، الارم بيلف ب 200 ار بي ام كلوك وايز، والصن الانبوت الثاني بيلف ب 100 ار بي ام كلوك وايز. طيب خلينا نتفق على الاشارات ان الكلوك وايز دايركشن هو نيجاتيف، الكاونتر كلوك وايز دايركشن هو بوزيتيف، الاكسترنال ميشنج هيبقى بالنيجاتيف، والانترنال ميشنج هيبقى بالبوزيتيف.
فهنبتدي ان احنا نستعمل الايكويشن الاساسيه اللي هي ان السرعه بتاعت اي ترس هي عباره عن السرعه بتاعت الارم زائد السرعه النسبيه بتاعت الترس ده بالنسبه للارم. احنا عندنا في الرسمه اللي قدامنا دي في ثلاث تروس اللي هم الترس رقم 2 و3 و4 جير 2 و3 و4 جير 2 اللي هو الصن جير 3 اللي هو البلانت وجير 4 اللي هو الرينج. فهنبتدي نعمل تيبل جدول زي اللي قدامنا ده. التيبل ده فيه ثلاث عواميد، كل عمود بيعبر عن جزء او تيرم من الايكويشن. يبقى العمود الاول هو عبارة عن اوميجا جير، العمود الثاني هو عبارة عن اوميجا ارم، والعمود الثالث هو عبارة عن اوميجا جير بالنسبة للارم. وكل صف في الجدول ده بيعبر عن ترس. انا عندي ثلاث تروس وهيبقى الجير 2 3 و4. فبالنسبة لي هنا انا الجيفن في البروبلم هو الانبوت ان الارم سرعته 200 ار بي ام كلوك وايز، فبالتالي القيم بتاعت الاوميجا ارم في الجدول ككل هكون عارفها وهي واحدة كلها اللي هي نيجاتيف 200 نيجاتيف لان السرعة بتاعته كلوك وايز. الانبوت التاني هو عبارة عن السرعة بتاعت الصن اللي هي عبارة عن نيجاتيف 100. كل يبقى اللي انا علمت عليهم بالاحمر دول هم يعتبروا الجبن نيجاتيف 100 لان برضه سرعة اتجاه الدوران بكلوك وايز. طيب ازاي بقى نبتدي نحسب القيم التانية اللي موجودة في الجدول؟ فبالنسبة للأول نبص على صف صف. فبالنسبة للصف الأول المعادلة بتقول إن ناقص 100 المفروض بتساوي ناقص 200 زائد رقم، فبالتالي الرقم ده أقدر أحسبه اللي هو هيطلع زائد 100. طيب إزاي أتنقل من صف لصف تاني؟ يعني انا دلوقتي الجير رقم 2 معشق مع الجير رقم 3، عامل ميشنج مع الجير رقم 3 اللي هو الصن مع البلانت. هتنقل ازاي ان انا الرقم بتاع الجير بالنسبه للار اللي هو زائد 100 ده هضربه في ريشيو اللي هي ريشيو ما بين الاسنان بتاعه جير 2 وجير 3. الريشيو هنا اللي هكتبها هنا هي عباره عن ان درايفر على ان دريفن، يعني مين بيحرك مين. انا عندي 2 هو الانبوت و3 هو اللي بيتحرك بسبب حركة الجير رقم 2. فالدرايفر بالنسبة لي هو 40 والدريفن اللي هو 20 اللي هو عدد سنان البلانت، يعني ان صن على ان بلانت او ان 2 على ان 3، وهتبقى بالنيجاتيف ساين لان ده اكسترنال ميشنج، فبالتالي هتبقى نيجاتيف 40 على 20. الزائد 100 هنا هضربها في نيجاتيف 40 على 20 والنتيجة هحطها هنا، فبالتالي زائد 100 هضربها في ناقص 2، الريشيو دي تبقى ناقص 2 فهتديني ناقص 200. وبالتالي سرعة الدوران بتاعة البلانت أقدر أحسبها دلوقتي إن أنا هجمع ناقص 200 مع ناقص 200 هيديني ناقص 400. طيب إزاي أتنقل من جير 3 لجير 4 اللي هو الرينج؟ نفس الكلام ان انا مين اللي بيحرك مين، البلانت هو اللي بيحرك الرينج، فبالتالي البلانت عدد اسنانه 20 والرينج عدد اسنانه 80، فبالتالي درايفر على دريفن هتبقى 20 على 80. حطيت هنا بوزيتيف ساين على اساس ده انترنال ميشنج، الاثنين بيلفوا في نفس الاتجاه، وبالتالي ناقص 200 هضربها في زائد 20 على 80 هيديني ناقص 50. وبالتالي هنا بسهولة أقدر أجمع ناقص 200 مع ناقص 50 تديني نيجاتيف 250، يعني معنى كده إن الرينج هيلف ب 250 ار بي ام في الكلوك وايز دايركشن. وبالتالي الريشيو أو الريشيو سبيد ريشيو ما بين الإنبوت الأول اللي هو الرينج مع الار الاوت بتاع الانبوت هتبقى 1.25، وبالنسبه للرينج للصن هتبقى 2.5:1 على اساس ان السرعه بتاعه الار هي 200، يبقى كاني 250 على 200 هتديني 1.25، وبالنسبه للرينج للصن هتبقى 250 على 100 اللي هي 2.5.
وزي ما احنا شايفين الرنج بيلف في نفس اتجاهات الانبوت اللي هي الارم والسم. طيب دي الطريقه الاولى اللي بنقول عليها التابيولر ميثود اللي هي باستخدام تيبل وفي املى الخانات بتاعت الجدول ده. الطريقه الثانيه باستعمال ايكويشن هنبص عليها دلوقتي باستخدام analytical method او equation، هي برضو مستمدة من الايكويشن الاساسية ان سرعة اي جير هي سرعة الارم زائد سرعة الجير بالنسبة للارم. فلو احنا عندنا اي جير ترين بيبقى ليه الجير الاول اللي هو الفيرست جير اللي هو عند بداية الحركة، وفي لاست جير اللي هو عند نهاية الاوتبوت. يبقى الفيرست جير هنقول عليه اف دبليو اف، فال WF لو انا قعدت ترتيب الايكويشن اللي فوق دي هتديني ال WF ماينس WRM، هي عباره عن WF بالنسبه للارم ده الفيرست جير، نفس الكلام بالنسبه لللاست جير. لو قسمت التو ايكويشنز على بعض هيديني الشكل اللي قدامنا ده، والريشيو ما بين اللاست والفيرست جير السرعه النسبيه بتاعت اللاست جير والسرعه النسبيه بتاعت الفيرست جير بالنسبه للارم، الريشيو دي هنسميها R، والR دي هي عباره عن محصلة ضرب عدد الأسنان بتاعة الدرايفر جيرز على محصلة ضرب عدد الأسنان بتاعة الدريفن جيرز. ممكن تبقى بوزيتيف أو نيجاتيف على حسب الانترنال والاكسترنال ميشنج. فهنبتدي نطبق نفس الإيكويشن دي على نفس المثال اللي احنا حليناه في السلايد اللي فاتت. فبالنسبة لي هنا هيكون الجير الأول أو الفيرست جير هو عبارة عن الصن جير، واللاست جير هو عبارة عن رينج جير، بس هو ده الأوتبوت. يبقى الفيرست جير هو الصن اللي هو سرعته ناقص 100 ار بي ام، واللاست جير هو عبارة عن الأوميجا رينج اللي هو الأوتبوت اللي أنا محتاجه، والأرم اللي هو سرعته ناقص 200 ار بي ام. نبتدي نحط الإيكويشن، يبقى أوميجا لاست ماينس أوميجا أرم على أوميجا فيرست ماينس أوميجا أرم. نبتدي نعوض عن الترمز اللي انا عارفها، ان الارم زي ما احنا شايفين انا بعوض عنه بشرطه اللي هي ناقص 200 في فوق وتحت، والفيرست جير بعوض عنه بناقص 100 اللي هو الصن، وبعد كده بحط البرودكت بتاع النمبر اوف تيث. ففي الاول بحط عدد الاسنان بتاعت الصن، يبقى عدد الاسنان بتاعت الدرايفر، يبقى الصن درايفر اللي هو 40 على الدريفن اللي هو بلانت، يبقى ان 2 على ان 3 بالنيجاتيف. وبعد كده البلانت نفسه هو درايفر، يعني هو في نفس الوقت درايفر لان هو اللي بيحرك الرينج، هو مره هيكون دريفن باي الصن وهيكون مره تانية درايفر للرينج. فالان درايفر هو هيبقى ان 3 على ان 4 بس بالبوزيتيف المره دي لان ده انترنال ميشنج. فبالتالي هنا الاقي ان النتيجه اللي هتطلع لي من الايكويشن دي هي نفس النتيجه اللي طلعت لي من التيبل. ودي طريقه ثانيه لحساب الجير ريشيو بتاعت البلانيتري جير ترين. البلانيتري جير ترين هو الجير ترين المستخدم في العربيات الاوتوماتيك اللي فيها اوتوماتيك ترانسميشن. الاثنين فيديوز دول بيشرحوا بصورة مبسطة وواضحة جدا فكرة عمل الاوتوماتيك ترانسميشن، ممكن تتفرجوا عليهم علشان تقدروا تفهموا الاوتوماتيك ترانسميشن بتاع العربية بيشتغل ازاي. الصورة اللي قدامنا دي هي اوتوماتيك ترانسميشن، هنا الانجن الاوتبوت شافت من الانجن بتحرك الانبوت شافت للترانسميشن، وما بينهم بيبقى في حاجة اسمها تورك كونفرتر. التورك كونفرتر ده هو اللي بينقل الحركة أو بينقل الباور من الشافت بتاعت الإنجن للشافت بتاعت الترانسميشن عن طريق ضغط الزيت، وبعد كده الإنبوت شافت للترانسميشن تبتدي تحرك مجموعة من البلانيتري جير سيتس زي ما احنا شايفين هنا. البلانيتري جير سيتس دي بقدر إن أنا أو الأوتوماتيك ترانسميشن أو الكنترولر وحدة التحكم في الأوتوماتيك ترانسميشن تبتدي تتحكم هل الرينج ثابت او متحرك، هل الكارير ثابت او متحرك باستخدام مجموعه من الكلاتش والبريكس.
يبقى باستخدام مجموعة من الكلاتشز والبريكس اللي هي هتفهموها أكتر لو ما تتفرجوا على الفيديوز. باستخدام مجموعة من الكلاتشز والبريك بقدر أتحكم في إن أنا أغير السرعات بتاعة الريشيوز ما بين الانبوت والاوتبوت شافت. طبعا هي دي الاوتبوت شافت. التحكم في الكلاتشز والبريكس بيتم عن طريق هيدروليك سيركت، دايرة هيدروليكية محتاجة بامب ومحتاجة صمامات ومحتاجة طبعا زيت، وحدة خزان للزيت. فالفيديوز اللي موجودة هنا أو اللينكس بتاعتها موجودة هنا بتشرح ببساطة فكرة عمل الأوتوماتيك ترانسميشن. البلانيتري جير سيستمز برضو موجودة في الديفرنشلز بتاعت العربيات، اللي هي الكورونا بتاعت العربية. برضو الفيديو ده بيوضح فكرة العمل بتاعتها، ياريت برضو تتفرجوا عليه، مهم عشان نقدر نفهم ازاي الديفرنشال بيشتغل. الديفرنشال وظيفته الأساسية إنه بيسمح بـ difference in velocity، فرق في السرعة. لو احنا بصينا كده على المثال اللي قدامنا ده، كان احنا عندنا عربية دفع رباعي، فبالتالي لو العربية ماشية في خط مستقيم مش هيكون فيه مشكلة، لكن لو العربية بدأت إنها تتحرك في مسار دائري وإنها بتلف مثلا حوالين الميدان، فبالتالي في عندي مركز دوران اللي هو مركز الميدان، وبالتالي كل عجلة دلوقتي هيبقى ليها radius مختلف حوالين المركز بتاع الدوران، فبالتالي دلوقتي كل عجلة هيكون عندها مفروض سرعة مختلفة عن العجل التاني. زي ما احنا شايفين هنا في differential وهنا في differential وهنا في differential. ليه؟ لأن أنا دلوقتي عندي كل عجلة ماشية بسرعة مختلفة، بس كل العجل ده المفروض مربوط بالإنجن اللي هو سرعته ثابتة بالنسبة لهم كلهم، فبالتالي إزاي أحصل على سرعات مختلفة للعجل من إنجن سرعته ثابتة مثلا عند 3000 RPM. فدي هي وظيفة الديفرنشال، إن أنا بيبقى عندي input shaft. لو قلنا البلانيتري جير سيستم هو عبارة عن 2 degrees of freedom system، فمحتاج اديله 2 inputs وواحد output. لو انا اديت له واحد output هيبقى عندي 2 outputs. 2 outputs دول هيتصرفوا بشكل حر بحيث ان هم العجل بتاع العربية يأدابت يتكيف مع السرعات، التغير السرعات نتيجة تغير الراديوس بتاع الدوران بتاع كل عجلة. زي ما احنا شايفين هنا البلانتري جير سيستم هنا موجود ازاي، ان احنا عندنا العمود اللي هو لونه اخضر اللي هو جاي من الانجن بيحرك الجير اللي هو لونه اصفر. الجير اللي هو اصفر ده يعتبر هو الكارير او الارم بتاع البلانتس اللي لونها اخضر، والبلانتس دي بتحرك الصن جير اللي هو رايح للعجلة اليمين او العجلة الشمال. عندنا تو جيرز اللي هو واحد للعجلة اليمين وواحد للعجلة الشمال. الفيديو ده يا ريت تتفرجوا عليه، مهم علشان نقدر نفهم الفكرة بتاعت عمل الديفرنشلز.